ما كادت أنباء النصر في بجاية تبلغ مسامع إسبانيا والبلاد المسيحية حتى غمرتها موجة من الابتهاج، وأعلنت الأعياد العامة، وتوارد الناس على الكنائس يقدمون الشكر لله على ما منحه من نصر لجيوش إسبانيا. أما في البلاد الإسلامية فقد أحدثت هذه النكبة رجة أسى عميق، وخاصة لقرب العهد بينها وبين نكبة وهران. وساد القسم الشرقي من البلاد نوع من الهلع في القلوب، سواء بالبلاد الحفصية التونسية أو البلاد الحفصية القسنطينية. فبادر السلطان الحفصي بتونس أبو عبد الله عم المتوكل باسترضاء الملك الإسباني والتقرب إليه بأنه أعلن شيء من التبعية له، تماما كما فعل ملك تلمسان بعد نكبة وهران، وتعهد بدفع جزية سنوية للملك الإسباني مع فرسين من جياد الخيل وأربعة من طير الباز، دليل خضوع ورذوخ، وهو يعتقد أمام نكبة بجاية وكارثة وهران وتنمر الإسبان أن ذلك هو أخف الضرر. كذلك ساد الهالع مدينة الجزائر، وكانت نظريا تابعة لمملكة بجاية، يتولى حكم الجماعة فيها الشيخ سالم ابن تومي، وعلمت أنها ستكون الضحية المقبلة للإسبان بعد أخذ الطرفين الشرقي والغربي وهران وبجاية. فاجتمع أهلها وتشاوروا وقر قرارهم بأن وجوب استرضاء الإسبان وعقد اتفاق معهم يصون لهم حياتهم ويضمن لهم بقاءهم. في خلال شهر جانفي من سنة 1510، أي بعد أيام معدودات من نكبة بجاية الدامية، غادر مدينة الجزائر وفد من أعيانها يرأسه شيخها سالم التومي، متوجها إلى بجاية، حيث اجتمع بيبيدرو نافارو، واتفق الطرفان على أن يعقدا السلام بين المدينة وبين الإسبان، وأن يتعهد الجزائريون بإطلاق سراح من بأيديهم من أسرى المسيحيين، وأن لا يتعدى الجزائريون بشر على السفن الإسبانية، وأن يسافر وفد منهم لإسبانيا لعقد اتفاق نهائي مع الحكومة، وأن يدفع الجزائريون لحاكم بجاية الإسباني نفس المقدار من المال الذي كانوا يدفعونه لمالك بجاية، اعترافا بالتبعية، وذلك مقابل أن لا يتعرض الإسبان لمدينة الجزائر ولا يحاربونها ولا يعتدون عليها. وفي عام 1511 سار الوفد الجزائري إلى إسبانيا وتفاوض مع مجلس ساراكوزا، واتفق الجانبان على أن يسلم الجزائريون أكبر جزرهم الصخرية للإسبان لكي يقيموا عليها معقلا يحرس تجارتهم ويضمن حرية مواصلاتهم البحرية ويجعل مدينة الجزائر نفسها تحت رحمة مدافعهم، إلى أن يباشروا تنفيذ خطتهم الثانية التي هي التوغل داخل البلاد مرتكزين على البلاد الساحلية التي يحتلونها. وبمجرد إمضاء الاتفاق أرسل الإسبان أحد الهواة أو أرسل أحد المهرة من مهندسيهم العسكريين، فأشرف على بناء القلعة البحرية التي أصبحت تدعى صخرة الجزائر، على أنقاض منار إسلامي قديم كان قائما هناك من أجل هداية السفن وإرشادها. وهكذا دفعت مدينة الجزائر عن نفسها شر الغزو والعدوان، وأصبحت راذخة للإسبان تعيش تحت رحمة مدافع صخرة الجزائر،
وتتحمل الضيق والمذلة على مضض إلى حين. بينما كان الإسبان يجوسون خلال الديار في بجاية يذبحون بقايا الرجال وينهبون الأموال، وبينما كان المقاتلون من أهل بجاية ينسحبون وراء المدينة بشيء من أسلحتهم وبقية من عزيمتهم من أجل استمرار المقاومة وصد العدو إذا ما حاول التوغل داخل البلاد. بينما كان الإسبان يجوسون خلال الديار في بجاية يذبحون بقايا الرجال وينهبون الأموال، وبينما كان المقاتلون من أهل بجاية ينسحبون وراء المدينة بشيء من أسلحتهم وبقية من عزيمتهم من أجل استمرار المقاومة وصد العدو إذ ما حاول التوغل داخل البلاد. وأثناء ذلك الهارج والمارج تمكن الملك عبد الله ملك بجاية الشرعي المخلوع المسلوب البصر من مغادرة سجنه، وسار به البعض إلى مكان فيه جماعته من أنصاره. ففي يوم عيد الفصح من تلك السنة الرهيبة وقف على أسوار المدينة المنكوبة وفد من العرب يحمل راية بيضاء، ويتقدمه شاب أعمى يطلب المثول بين يدي القائد بيدرو. علم بيدرو أن ذلك الشاب الأعمى إنما هو الملك المخلوع عبد الله، فأحسن استقباله واستمع إلى قصته البائسة الحزينة، وعرضه حالا على طبيب الأسطول الإسباني الذي قرر بعد فحصه أنه لم يفقد نور بصره، وأن النار التي وضعت أمام عينيه لم تؤثر على القرنية ولم تتلف العصب البصري، بل أصابت الأهداب فقط فالتحمت وبقيت العين وراءها سليمة، وبعملية جراحية بسيطة فصل ما بين الأهداب فارتد الملك بصيرا. وأعلن الولاء لإسبانيا والخضوع لها والعمل تحت رايتها وتحقيق مآربها متى ما استرد عرشه. قرر بيدرو نافارو المبادرة من الإفادة بهذا المدد الذي جاء به من السجن، ورأى أنه يستطيع بواسطة هذا الملك أن يقسم المجاهدين إلى نصفين وأن يحارب الواحد بالآخر، فبادر باحتضان عبد الله ومكنه من سكن بعض أرابض بجاية الخاربة صحبة عائلته وأهله وبعض المقربين منه، ورسل ملك إسبانيا يبين له أهمية الأمر ومدى الفائدة المادية والمعنوية التي تعود عليها من هذه العملية. لم ينتظر بيدرو نافارو جواب الملك، بل بادر بتجهيز الجيش وعزم على مهاجمة المجاهدين في المعاقل التي التجأوا إليها قبل أن تشتد سواعدهم وقبل أن يتلقوا المدد من جهات البلاد. غادر بجاية الخاربة الدامية يوم 13 أفريل ومعه 1500 من الجيش الإسباني، والملك عبد الله وجماعة من رجاله وفرسانه، فاخترقوا الجبل المحيط ببجاية وجاسوا خلال السهل، ووجدوا خيام الملك عبد الرحمن المهزوم وفلول جيشه، ولم يكونوا مستعدين للدفاع. فبعد معركة قصيرة انهزم عبد الرحمن ورجاله تاركين خيامهم ومتاعهم غنيمة للإسبان. ولا ريب لدينا أن وجود عبد الله مع الإسبان صحبة أنصاره وأعوانه قد أحدث ما كان يرجوه الإسبان من البلبلة في صفوف المسلمين، وفيهم بدون شك من كان يعطف على الملك الشاب المظلوم. وكان ذلك من أسباب سرعة الهزيمة التي مني بها عبد الرحمن وبقايا رجاله. أخيرا جاء رد الملك فرناندو من إسبانيا على مقترحات الحاكم العام دون بيدرو
المتعلقة باستعمال الملك عبد الله دمية يحكم بواسطتها أشلاء مملكة بجاية القديمة التابعة اسما لمملكة قسنطينة التي هي تابعة اسما لمملكة تونس الحفصية. والرسالة الملكية الإسبانية كانت آية في الدقة، آية في التعبير عن آمال إسبانيا الدينية والسياسية ومنهاجها في العمل. لهذا سنذكرها هنا بصفة تكاد تكون حرفية حسب الوثيقة الأصلية الإسبانية المحفوظة بخزينة أوراق قلعة سيماتاكس ماي 1510، لتكن المعاهدة مع عبد الله مبنية على الواقع الحاصل ولتكن ذات مفعول دائم. وبما أن بجاية قد أصبحت ضمن ممتلكاتنا تنفيذا لقرار الصادر بذلك من الكنيسة الرومانية، فلا يمكن أن يعطي لعبد الله لقب ملك بجاية، بل ليكن ملكا على أي مكان يختاره فيما عدا البلاد الساحلية، إذ أن مدينة بجاية وملحقاتها ومداخلها وتولي الأحكام فيها وكذلك كل البلاد الأخرى والمدن والقرى الموجودة على الساحل يجب أن تكون لنا وحدنا خالصة بصفة تامة مطلقة، ولا يحق عبد الله أن يدعي أي حق عليها أو أي حكم على سكانها من النصارى أو المسلمين. وبما أن البلاد المذكورة ومدنها وقراها هي من ممتلكاتنا الخاصة، فإننا نعترف لعبد الله بالملك على بقية البلاد الداخلية من المملكة من مداخلها وأحكامها، إنما نحتفظ لأنفسنا بالحق الأعلى في الإشراف على القضاء الذي هو من حق السيادة. كما أن الملك يجب أن يلتزم بدفع جزية سنوية، نترك لك حرية تقديرها. كما يسمح لعبد الله ومئة من أعوانه أن يسكنوا مؤقتا بجاية إلى أن يجد عاصمة لملكه، على شريطة ألا يبني بذلك مسجدا. في شهر جوان من نفس تلك السنة أسندت ولاية بجاية وما إليها من البلاد التي احتلتها إسبانيا إلى دون أنطونيو دي رافانيدا. وغادر دون بيترو نافارو بجاية يوم 8 من الشهر المذكور، وأرسلت إلى دون أنطونيو تعليمات ملكية جديدة تدل دلالة قاطعة على أن المحاولة مع الملك عبد الله لم تلقى أدنى نجاح رغم محاولة إسبانيا استثماره إلى الحد الأقصى. فالملك فرناندو يبعث للوالي الجديد رسالة مؤرخة بيوم 23 أكتوبر 1511 يخول له فيها حق التعاقد مع أي من الملكين عبد الله أو عبد الرحمن، لكنه يفضل أن يكون عبد الله على شرط أن يكون التعاقد مع من يعطي أكثر الضمانات لإسبانيا ومن يكون أحفظ لمصالحها. فأما الملك عبد الرحمن الذي لا يزال على رأس القوة من المجاهدين يصد تقدم الإسبان نحو داخل البلاد، فيجب أن يعامل معاملة الند. وأما الملك عبد الله القابع في بجاية منتظرا أن يخلق له الإسبان ملكا، فيجب أن يعامل أثناء المفاوضات وحين عقد المعاهدة معاملة التابع. لم يستطع دون أنطونيو أن يفاضل بين الملكين، فكلاهما سواء منهما الخاضع أو المتظاهر بالمقاومة كان يريد التعاقد مع إسبانيا بما يرضي مصالحها ويحقق آمالها مقابل أن تعترف به ملكا وأن تحميه وتوطد له ملكه.
ولم تكن لإسبانيا رغبة حقيقية في التورط في حرب داخل البلاد قبل الأوان. فإذا ما هي نصرت أحد الملكين على الآخر وتعاقدت معه، كان عليها أن تنصره عسكريا وأن تحارب خصمه إلى أن تقضي عليه إن استطاعت. فأمام ما وجده دون أنطونيو من حسن استعداد عند الجانبين، تمكن من أن يفرض عليهما معا معاهدة تبعية لإسبانيا توطد السلام بين الجانبين، أي الملكين من جهة وتجعلهما في ركاب إسبانيا من جهة أخرى. ونستطيع أن نلخص معاهدة الخزي في النقاط التالية نقلا عن نصها الرسمي: بين الملك فرناندو وملك إسبانيا والسقلتين، وبين عبد الرحمن ملك جبال البربر، وبين عبد الله حفيده. انعقدت المعاهدة على القواعد والأسس الآتية: أولا، انعقد بهذه المعاهدة صلح دفاعي هجومي في سبيل مصلحة إسبانيا بين الملك عبد الرحمن والملك عبد الله، كما انعقد بينهما معا من جهة، وبين الملك فرناندو من جهة أخرى حلف دائم المفعول. ثانيا، يستمر عبد الرحمن ملكا على جبال القبائل. ثالثا، يعترف عبد الرحمن علنا بامتلاك إسبانيا لمدينة بجاية وصخرة الجزائر وتادلس وكل المراسي التي على البحر وما يتبعها. رابعا، إرجاء كامل الأسرى المسيحيين إلى الإسبان دون أدنى مقايض. خامسا، العمل على إصلاح كل القلاع والمعاقل الموجودة في المملكة. سادسا، يبعث الملك عبد الرحمن بولده محمد رهينة عند الإسبان، كما يبعث الملك عبد الله بولده البكر رهينة أيضا، وذلك لضمان تنفيذ المعاهدة لهذا الولد. مأساة مخزية ولد لهذا الولد مأساة مخزية ولد عبد الله، فقد سلمه أبوه للإسبان رهينة وهو صغير السن، وسلمه هؤلاء للرهبان كي يتولوا تعليمه وتثقيفه وتعميده. فنشأ وشب وهو لا يعرف غير النصرانية دينا، وأطلقوا عليه اسم فرناندو، وكان من ضمن أبناء العائلة المالكة، ومات مسيحيا في إسبانيا. سابعا، يتعهد العرب بأن يزودوا مدينة بجاية الإسبانية سنويا بالمواد والمقادير الآتية: 32 ألف فينيق من القمح، والفينيق الواحد نحو 51 كيلوغرام، 1000 فينيق من الشعير، 500 فينيق من الفول، 1000 رأس من الغنم، 50 بقرة، 1000 حمل من الحطب. فأما أحمال الحطب فتسلم مجانا لحامية بجاي، وأما بقية المواد فإن الموردين يتقاضون ثمنها كما يحب الإسبان. وهكذا زين للملك فرناندو أنه أصبح نظريا يملك من وراء الملك عبد الرحمن جبال القبائل، وخيل إليه أنه أصبح سيد البلاد الشرقية من قطرنا هذا دون منازع، إنما نسي أنه كان في بلاد الجزائر وأمام شعب سيقف له بالمرصاد وينتزع منه حريته ويطرده من هذه البلاد محمل بالخزي والعار وخيبة الهزيمة. نعرض لكم هذه التفاصيل الدقيقة من أجل إيضاح أو توضيح الرؤية لما هو قادم إن شاء الله. فهذه الحرب دامت حوالي 3 قرون، اشترك فيها الإسبان والجزائريون والأتراك، وكانت البوابة التي دخلت من خلالها إلينا فرنسا اللعينة.
اكتفينا بهذا القدر اليوم، إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة. ولا تنسى أخي الكريم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تشاهد كل الحلقات، وأرجو لك ولي التوفيق إن شاء الله.